السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جيتكم بهذا البث من خلاله غادي نحاول نقدم واحد شريط فيديو اللي من خلاله غادي نتكلم على طلبة العروض المفتوحة وطلبة العروض المحدودة كما نقول لو مارشي ريستران. وكان سبق لي من قبل وتكلمت على طريقة التعامل مع طلبة العروض اللي من خلالها كيتم الانتقاء ديالهم عبر البوابة الإلكترونية أو ما يسمى بلو مارشي دي بور لو مارشي بلوتو لو بورتاي دي مارشي بيبليك عفوا. ثم بعد الجرائد المعتمدة المكتوبة بالعربية والفرنسية واللي عندها واحد الانتشار واسع، فمن خلال انتقاء لطلبة العروض هذه كنسميوها طلبة العروض مفتوحة. ثم كاين طلبة العروض المحدودة. اليوم غادي نتكلموا على هاد جوج ديال الأنواع ديال طلبة العروض. طلبة العروض المفتوحة وهي طلبات العروض اللي كتكون مفتوحة لجميع المقاولين وجميع المقاولات، يعني كل مشارك له الحق في الولوج لهذه طلبات العروض. فكيكون المبدأ ديالها هو الولوج إلى غمار المنافسة، ومن خلال المشاركة وتقديم الملف التقني والإداري كيتم دراسة من طرف اللجنة اللي كيتم الاختيار ديالها على مشاركين ما واللي قدموا واحد العرض أقل تكلفة. هذا ما يسمى بالعرض طلب المفتوح، وهو غالب الأحيان كيكون عرض طلب الأثمنة، بمعنى استنى بيل دوفر سور أوفر دو بري أو ما يسمى بالفرنسية لو مارشي أوفير. هاد الصفقة المفتوحة كتكون إما عبارة عن حصة واحدة، يعني سان مارشي ألو يونيك، أو عبارة عن حصص سو فورم دو لو سي سكون أبيل لو مارشي ألوتي. وسبقنا من خلال واحد شريط فيديو سابق تكلمنا ما فيه الكفاية على لو مارشي ألوتي. اليوم غادي نحاول نتكلم على لو مارشي غيستران. هاد لو مارشي غيستران هو واحد طلب العرض اللي هو محدود، واللي حتى هو مبدئيا كيعتمد على المنافسة لو غوكور على كونكورونس، وهو كيهم واحد النوع من الصفقات، من نوع من الحاجيات اللي كتكون من الصعوبة بمكان باش تلقى عنده واحد المجموعة من المشاركين، بمعنى يعني كاين واحد لا ديسپونيبيليتي ريستخانت، يعني سو سون دي بيزوان تري كومبلكس اللي ما كنلقاوهم عند واحد العدد محدود ديال لي فورنيسور، سواء يعني مسائل تقنيه تكنيك او يعني مسائل اللي هي معقده. من خلال هاد طبيعة العرض صاحب المشروع كيكون مجبر بالقيام بواحد شهادة إدارية سكون أبيل لو سيرتيفيك أدمينستراتيف، اللي من خلالها كيعلل مدى الولوج ديالو إلى هذا النوع من الصفقة. وهاد النوع من الصفقة يعني السقف ديالها لما كيتعدى 2 مليون ديال الدرهم، هذا يعني طبقا لقانون الصفقات العمومية اللي كتسمح له باش يولج لهذا النمط ديال الصفقات، وهي لو مارشي ريستران يعني ما كيتجاوش القيمة ديالو 2 مليون ديال الدرهم. وهنا كتكون واحد اللجنة مخصصة لدراسة وتقييم العروض، وهي واحد طريقه واحد المسطره كينهجها صاحب المشروع كيقوم باستشاره على الاقل 3 شركات، يعني il doit consulter au moins 3 fournisseurs.
هنا كي من خلال هذه الاستشارة كيحاول يطبق المساطر التي تنظم الصفقات العمومية، وهي المرجعية بالرجوع إلى المنافسة. دونك هاد ثلاثة ديال الأوم وان تخوا فورنيسور هو اللي في من خلال يمكن يجيو أربعة يمكن خمسة على حسب، ولكن ممكن يكون واحد الأقلية. أنا في لا ناتور ديال لي لي بريستاسيون أو لو بوزوان تخي كومبلكس أ ليفغي أو أ فورنير، كتكون المسألة شيئا ما غير منفتحة للعموم. يكون هناك واحد العدد قليل من الشركات التي تلبي حاجية دفتر تحملات أو ما يتطلبه حاجية صاحب المشروع. على هذا الأساس كنسميوه لو مارشي غيستخان. غادي نبقاو دائما في واحد في إطار هذا لو مارشي غيستخان، يعني هو كيكون يعني تحكم عليه جميع قوانين الصفقات العمومية بما فيها المنافسة. كاين واحد النمط اخر اللي كنعتبروه حتى هو يعني في واحد الخاصيه، وهذه الخاصيه يعني كتخلي صاحب المشروع يعني كيربح شيئا ما في الميزانيه، وهي لو مارشي اورابي او ماجوراسيون، بمعنى الصفقه يعني هذاك المشارك يمكن له يطلع او يمكن له يهبط على حسب ذاك القيمه التقديريه للصفقه بالمقارنه مع القيمه التقديريه للصفقه. من خلال هاد لو مارشي اوغابي او ماجوراسيون، هو صاحب المشروع هو اللي كيحدد القيمه التقديريه للصفقه، ومن خلال هاد القيمه التقديريه للصفقه وبناء على طلب عرض مفتوح يتم الولوج عدد كبير من المشاركين للمشاركة حتى يتمكنوا من نيل الصفقة. وربما حتى هاد لو مارشي يعني اورابي او ماجوراسيون حتى هو كيكون طفوا سو فورم دو لو الوتي، يعني كيكون سو فورم دو لو، يعني حتى هو يقدر يكون حصص غير هو اللي كاين. بمعنى قانون الاستشارة أو نظام الاستشارة هو اللي كيحدد المعايير يعني لدراسة وكيفية تقييم هذا النوع من الصفقات. فبناء على القيمة التقديرية كيكون على المشارك باش يدخل غمار المنافسة، ويكون العرض ديالو كيكون عرض الأثمنة ديالو، يعني إما كتكون فما وفوق على القيمة التقديرية بواحد النسبة مرتفعة على القيمة التقديرية، أو كيكون منخفض بنسبة ما على القيمة التقديرية للصفقة، أو كيكون يعني متساوي مع القيمة التقديرية للصفقة. هنا كتبقى يعني المبادرة كتحكمها كيحكمها قانون المنافسة، وبالتالي اللي كيكون عنده أقل نسبة، يعني سواء كان النسبة مرتفعة مقارنة مع القيمة التقديرية للعرض، أو بنسبة متساوية يعني صفر يعني مع القيمة التقديرية للصفقة، أو بنسبة منخفضة مقارنة مع القيمة التقديرية للصفقة، يعني على سبيل المثال يعني موان 3%، يعني ان غابي دو موان دو 3%، ولا ان غابي دو موان 10%، او لا اون اوغمونطاسيون بارابور ا ليستيماسيون دو 5% او بيان ا 10%. وهنا كيبقى يعني كتبقى المنافسة هي اللي كتفصل ما بين المتنافسين، وبالتالي كتكون يعني واحد ليغاليتي داكسي على كوموند بوبليك. وهنا كتخلي يعني داك صاحب المشروع ملي كيختار هذا النمط، هو في الاعتقاد ديالو دائما يقلل من التكلفات الميزانيه، كيحاول يربح في الميزانيه، وهو الذي يحدد الاثمنه داخل البيان الأثمنة، ويحدد القيمة التقديرية للصفقة.
دونك فعلى المشاركين ان ينتبهوا لهذه المساله، يعني كتكون واحد النسبه اما نسبه مرتفعه على غرار القيمه التقديريه او بنسبه منخفضه على غرار القيمه التقديريه للصفقه. على اي حال هنا من خلال هذا شريط فيديو حاولت نجيب لكم جوج ديال انواع طلبات العروض. هناك طلبات العروض المفتوحه، يعني لي زابيل دوفر، يعني سير اوفر دو بري، وكاين طلبات العروض المحدوده وهي لو مارشي غاستران. يرواد لو مارشي غاستران السقف ديالو ما كيتجاوزش شي واحد 2 مليون ديال الدرهم. بالنسبه للطلبات المفتوحه كتبقى الحريه التامه للمشاركين باش يدخلوا غمار المنافسه ويديروا الاثمنه اللي من خلالها كتخول لهم، مراعاه مع بعض النسب اللي كان سبق لي ودرت عليها واحد الشهر الفيديو. داك النسب ديال 30% 25% و 20%. يعني هذه مسألة لابد من أخذ الاعتبار ديالها، لأن الغرض شنو هو؟ الغرض هو داك المقاول يدخل غمار المنافسة ويأخذ واحد الحصة من الحصص موضوع طلبات العروض. إلى هذا الحد أكتفي بهذا القدر. فإذا كان عندكم شي ملاحظة أو شي كومنتار أرسلوا لي، وإلى أعجبكم الفيديو ديروا لي لايك. وبالنسبة للناس اللي مشاركين في القناة يحاولوا يتقاسموا حتى تعم، يتقاسموا الفيديو حتى تعم الفائدة سواء مع العائلة ومع الأصدقاء. وبالنسبة للجدد الذين لم يشتركوا بعد أن يشاركوا في القناة، لأن بالدعم ديالكم غادي نحاول نجيب لكم الجديد بحول الله، ونجيب لكم واحد المجموعه من الاشكاليات اللي كطرحها الصفقات العموميه. ومن خلال الشريطه من خلال الفيديوهات سوف نعالج كل اشكاليه على حده حتى تتم، حتى تعم المنفعه لاخواننا المقاولين والمقاولات وربما حتى الاطر الاداريه بحكم تراكم التجربه اللي سبق لي خدت فيها. يعني كنت عضو نشيط في لجنة مكلفة بفتح طلبات العروض، وكنت أيضا مراقبا لتنفيذ الميزانية في عدد من المؤسسات العمومية في جهة الرباط سلاب قنيطرة. وشكرا وإلى اللقاء في حلقة مقبلة.